صاحب علي بنتكم. بنتكم حامل من جوزي. هاي بنتي بدي اعرفك عليها. تيا بنتي تيا دكتور أسيل اللي حكيت لك عنها. شرفنا. سوري بعتذر بس أنا أعصابي تعبانة شوية الفترة. نورمال أنت دكتورة وعندك ضغط شغل كتير، يعني قليلة شو بيقطع عليك حالات ومشاكل ناس. لا الشغل ما خصو بس جوزي عم بيخوني. بدي اعتذر منكم يا جماعة بس نحنا صار لازم نقوم. له سنتين مصاحب علي. للحقيقة مصاحب علي بنت عشرينية. بس للحقيقة الحقيقة مصاحب علي بنتكم. لا بنتي شو عم تحكي؟ شو هاد اللي عم تقولي؟ وهلأ حضرتك قررت تشارك الرجال اللي مصاحب بنتك. بس من وين رح يجيب بالك؟ مستحيل مستحيل يخطر لك إنه زلمة مجوز وعنده ولد. ممكن يكون قاعد عم بيعشق ويتمعشق هو وبنتك. يا شو عم تحكي هاي؟ كوشي قولوا حكوا. ما رح يحكي شيء لأنه شبه. خلاص بكفي. اطلعوا لبرا اطلعوا لبرا. بس أنا لسه ما خلصت. عندي إلكم خبرية تانية بتطير العقل. بنتكم حامل من جوزي. ولك خلصي ولك اخرسي بقى اخرسي. ناني برات بيتنا. يلا اتركني سيف اتركني. اطلعي لبرا يا حيوانة. قومي اطلعي لبرا. يلا اطلعوا لبرا اطلعوا لبرا. مرسي كتير على العشوة الحلوة عن جد. صحتين حماد. شو عم بيصير هون؟ اقرأ لي للزوق. لا لا بتحصل حصل. انا فيني اشرح لكم يا جماعة الموضوع مو مثل ما انتم فاهمين. لك شو بدك تشرح؟ شفت شو عملت؟ مبسوطة باللي عملتيه؟ إن شاء الله ارتحتي إنك فضحتيني قدام أهلي؟ ارتحت كتير كتير. وهاد ولا شيء قدام لي لسه رح أعمله فيكن. لك أنا هلأ عرفت ليش هو مانو قدران كان يحكي لك الحقيقة، لأنه بيعرف إنه يلي عنده مجنونة ومهسترة. الحقيقة أنت اللي لازم تشكريني لأني تركتلك يا. لأني لو ما عملت هيك انتي رح تقضي عمرك ناطرتي. بكرة رح تشوفي قديش نحن رح نكون مبسوطين مع بعض، انا وهو ويلي جاي على الطريق. يا ستي ان شاء الله. وما ضروري شوف، المهم عن جد تكونوا مبسوطين. بس على فكرة انا ما اكون مطرحك منتبه كتير، لأنه غالباً سيف حبك مشان مصريات أبوكي، يعني بس لأنك بنت عماد الزين. يا حرام يا حرام، ما عم تقدر تصدق إنه هو عشقان وحابب وحدة غيرها. حاجتك بقى حاجتك تحججي بقصص مشان أنت تسايري حالك فيها. افتحي الباب. خلصنا تيار افتحي الباب. خلصنا
خلصنا. حيواني شو هالمرة هي؟ شو هالمرة المريضة هي؟ تيا مام ردي، بيك سألك سؤال جاوبيه. لا خليها ساكتة أحسن، أصلا هي ما عم تحكي لأنه في حدا وشكله هذا الحدا بيخجل. بابا بليز شو هالحكي؟ شو مو عاجبك حكينا؟ ولك أنا بس بدي أفهم نحن بشو قصرنا معك. كل اللي بدك إياه كان يصير، قلتي سفر ودراسة برات البلد إنا لك موافقين لأنه عنا ثقة فيكي، بس إنك تكذبي هذا الحكي ماله مقبول بنوب. يا حوينت الثقة بس. عماد روق شوي حبيبي، ما بصير هيك تحكي معه وكرمالك. على فكرة أنا ما كذبت، بس كنت هيك مستني الوقت المناسب لحتى أخبركم أنه يعني صار الموضوع جدي، بس بعدين أنا خبرت ماما أنه ما في شي جدي. لحظة، أنت كنت بتعرفي يا مدام؟ ليش مو أنت اللي خبرتي؟ لا مش أنا اللي خبرته، في حدا شايفكن مام. كيف مين شافنا يعني؟ مين شافني؟ خلاص ما عاد بدي اسمع ولا حرف. وانتي من يوم ورايح فوتي وطلع على كيفك ما عاد فيه، ونومي برات البيت وتأخير بالشغل كمان ما في، فهمتي؟ لا ما فهمت، يعني بعتقد أنا صرت كبيرة وما لازم بقى تتدخلوا فيني لهي الدرجة. لا بدنا نتدخل، وهذا الزلمة لو كان بيحترمك وواثق من حاله كان إجا تعرف علينا وعرف عن حاله، مو ضل متخبي مثل اللي عامل عملة. لك بابا لك مو هيك القصة، مو هيك. بليز بابا ما تضغط علي أكثر من هيك، لك أعطيني شوية وقت بليز، شوية وقت وخليكم تتعرفوا عليه. تيا يا تيا يا مام، ملبكة حالك وملبكتينا معكي، يعني رح تجلطيني أنا وبيك، شو القصة؟ من شوي قلتي منو جدي وما حعرفكن عليه، هلأ عم تقولي أعطوني وقت؟ ما فهمتك مام، ما فهمتك. لك يا بنتي، هذا واحد كذاب عم يتسلى فيكي؟ هنن كلمتين، يا بتجيبيه وبتعرفينا عليه، يا هذا الموضوع بده يخلص نهائي. لوين؟ طالعة اتنفس كمان ممنوع. لا 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 لا، ما عم بعرفها للبنت، كتير مغيرة. شفتي دلالك لوين وصلنا؟ تفضلي. هيك